مرض متلازمة الشرق الأوسط السابق، متلازمة التنفس الذي كان اسمه أيضا حتى كورونا، بعد أن استخدم المرضى هذا الجهاز، جهاز التنفس الصناعي، هل عانوا من أي من هذه الأعراض التي ذكرها المحرر في الواشنطن بوست؟ لا توجد أي دراسات تثبت ما قاله حتى بالنسبة لفيروس متلازمة الشرق الأوسط. باعتقادي قد تكون هناك حالات، لكن هو جمع كل شيء، جمع أسوأ الاحتمالات ووضعها كلها في قالب واحد، وهذا يعني ليس بالدقيق وليس بالشيء العلمي الذي يعني ينشر في مجلات. باعتقادي هو حاول أن يحقق نوع من السبق الصحفي ويعطي يعني نظرة تشاؤمية ليست مبنية على حقائق. فباعتقادي يجب على المحررين أو الإعلاميين بشكل عام عدم تناقل الموضوع إلا إذا استند إلى دراسات علمية.